لتشمل يوم العطلة، خاصة والشمس مشرقة ونحن نلعب معاً. وما أجمل تلك المقرمشات أيضاً، إنها شهية ولذيذة. ها قد انتهينا من الطعام، هيا بنا. إلى أين أيها التمور؟ إلى مكب النفايات يا تمور، لنتخلص من بقايا العلب والأكياس والزجاجات الفارغة. لا داعي للذهاب، يمكنكم وضع مخلفاتكم البلاستيكية في كيسي هذا. كيسي هذا؟ لماذا؟ هل أصبحت من عمال النظافة يا تمور؟ ستعرفون فيما بعد. كما تحب. والآن لدينا موعد لنذهب معاً لشراء ملابس جديدة. اذهبوا أنتم واستمتعوا بوقتكم، فلقد اشتريت بعض الملابس بالفعل. ألم نتفق أن نذهب معاً يا تمور؟ سامحني يا زغلول، فلدي موعد هام الآن. مرحباً أيها التمور، يبدو أنكم ابتعتم ملابس جديدة. لقد اشتريت هذا الفستان يا جدي. ما أجمله يا تمور. وهذا معطفي الجديد يا جدي. إنه حقاً رائع يا خلاص. وأنت يا تمور، أين ملابسك الجديدة؟ تمور لم يأتي معنا يا جدي، يقول إنه اشترى ملابس جديدة بمفرده. لقد أخطأت في التعبير يا جدي، لم أشتري شيئاً بعد، لكن لدي الخامة التي ستمكنني من حياكة ما أريد من الملابس. من نفايات البلاستيك؟ غير معقول. أحسنت يا تمور، يبدو أنك قرأت كثيراً عن إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وإمكانية تحويلها إلى زجاجات وأغراض مختلفة منها الملابس. أجل يا جدي، الموضوع شيق للغاية ومفيد أيضاً. أيعقل هذا يا تمور؟ ترتدي ملابس من القمامة؟ نعم يا خلاص، أعرف أن الأمر مثير للدهشة، ولكن لكي تعرف ما يقصده تمور، سنلتقي جميعاً في الغد عند مصنع التنمية المستدامة والذي أنشئ حديثاً بالمملكة. أهلاً بالجد عجوى وبالتمور في مصنع التنمية المستدامة، حيث نقوم بإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية. من فضلك، هل يمكنك تحويل تلك المخلفات إلى معطف زهري وآخر أخضر اللون؟ بالتأكيد يا تمور، لك ما تريد. تعالوا معي في رحلة خاصة داخل المصنع لتشاهدوا بأنفسكم مراحل تدوير النفايات البلاستيكية إلى أغراض متنوعة ومفيدة جداً وغير ضارة بالبيئة. شيء عجيب حقاً. هذه غرفة التنظيف، حيث تصب المياه بطريقة آلية لإزالة الشوائب وتنظيف وتعقيم تلك المخلفات جيداً. علبتي المفضلة لقد سقطت مني، سوف أنقذك يا علبتي. الزمي مكانك يا تمورة، ولا داعي لتخاطري بحياتك من أجل علبة بلاستيكية. ولكنها علبتي المفضلة يا جدي. وصلنا للمرحلة الثانية، حيث الأمر كما تشاهدون، تتحول المخلفات البلاستيكية بعد تنظيفها جيداً وتجفيفها إلى رقائق من البلاستيك. يا لعلبتي المسكينة، تتحطمين وستتحولين إلى رقائق صغيرة جداً. والآن أيها التمور، تعالوا معي لنرى ونشاهد معاً المرحلة الثالثة. تسمى تلك المرحلة بالإذابة، حيث تذوب رقائق البلاستيك في فرن درجة حرارته مرتفعة جداً حتى تنصهر وتتحول إلى سائل من البلاستيك. علبتي المفضلة، لقد ذابت تماماً بالفراشات والورود المرسومة عليها. لا تقتربي هكذا يا تمورة من الفرن، احذري ولا تحزني، ربما تتحول علبتك إلى شيء آخر مفيد وممتع أيضاً. هيا أيها التمور، لننتقل إلى قسم الإضافات. كما ترون، تلك الإضافات تساعد البلاستيك المصهور ليتحول إلى ألياف من الغزل. حقاً؟ هل يتحول إلى غزول وخيوط؟ أجل، سترون هذا في المرحلة التالية، هيا معي. في تلك المرحلة الهامة، تشاهدون كيف أصبحت المواد البلاستيكية خيوطاً تستخدم في صنع المنسوجات متعددة الأشكال والألوان. وماذا عن علبتي المفضلة؟ لا تنزعجي يا تمورة، فهناك مفاجأة سارة تنتظرك بعد قليل. حقاً؟ تفضل يا جد عجوة، أرجو أن ينال إعجابك ذلك المعطف وتلك القبعة. وأنت يا تمور، إليك ملابسك الجديدة. ما أجملها من ملابس، كما قرأت تماماً،
فهي ملابس ليست من القطن أو الكتان أو الصوف، لكنها من البلاستيك المعالج. وأنت يا تمورة، إليك علبتك المفضلة. ها؟ لقد تحولت إلى قبعة جميلة. وهذا ما يطلق عليه العلماء إعادة التدوير. لقد أصبح لدي قبعة جميلة. أما أنا فقد اشتريت لك علبة جديدة، وهي أيضاً مصنعة من عملية إعادة التدوير. إنها رائعة، أشكرك يا جدي. الآن يمكننا التنزه بتلك الملابس الجديدة والاستمتاع بها. بالفعل يا أبنائي، وتذكروا جيداً أنه يمكن الاستفادة من كل شيء، حتى من القمامة التي يمكن تدويرها إلى منتجات يومية نستخدمها. وهذا من شأنه أن يخلق نظاماً مستداماً يحقق التنمية والفائدة للجميع، ويحافظ على التوازن البيئي من أجل مستقبل أفضل للكرة الأرضية.